تهيمن مزارع العنب قرب مدينة كاركاسون في جنوب فرنسا على المشهد، إذ أن منطقة لانغودوك غوسيون هي أكبر منطقة لصناعة النبيذ في فرنسا، وتربتها ملائمة لأنواع كثيرة من العنب. على مشارف مدينة كاركاسون يوجد مطعم دومين دورياك، حيث يمكن تذوق أنواع فاخرة من النبيذ والطعام. تحولت مزرعة النبيذ إلى فندق فاخر تديره أسرة منذ عدة أجيال. بالنسبة للطباخ الماهر فيليب تيشون، يعتبر النبيذ من مكونات وصفاته. هذا نبيذ من نوع بلانكيت دو ليمو. إنه نبيذ فوار من المنطقة، وأعتمد عليه في تحضير صلصة وجبة رافيولي بفطر بورسيني، لأن فقاعات النبيذ الفوار تجعل الصلصة هلامية لتتناسب مع الفطر وتمنحه مذاقا أشبه بمذاق الجوز. في حلقة اليوم يعد لنا طباخ طبق وصفة رافيولي بفطر بورسيني مع صلصة النبيذ كفاتح شهية. يقطع البصل ويقلى في زيت الزيتون مع القليل من الزبدة. ثم يقطع الفطر على شكل شرائح. فطر بورزيني هذا نما تحت شجرة كاستناء، وهذا تحت أشجار صنوبر. أوراق الصنوبر غالباً ما تسقط على الفطر وتحجب عنه أشعة الشمس، لذا يكون الفطر فاتح اللون بعكس شجرة الكستناء التي تخترق أشعة الشمس أوراقها، فيكون لون الفطر أغمق. الفطر هو أساس الحشوة والصلصة. يضاف النبيذ الفوار للفطر والبصل بعد القلي. ثم نترك الحشوة حتى تجف، إذ ينبغي أن يمتص الفطر النبيذ تماما. تضاف الكريمة للحشوة وللصلصة يضاف مرق وكريمة وزبدة. ثم تخلط المكونات وتتبل بالملح والفلفل. نضيف الآن بضع قطرات من زيت الجوز، فهو يظهر مذاق الفطر والنكهة بشكل أفضل. لا ينبغي تسخين الصلصة لأكثر من 60 درجة مئوية، وإلا ستفقد نكهة الجوز. تضع الحشوة على عجينة المعكرونة، ثم تدهن الحافة بصفار البيض وتطوى بعناية. من المهم جدا مراعاة عدم وجود هواء في الرافيولي، وإلا فإنه سيتفتت أثناء الطهي. لذا يترك الرافيولي في الماء قليلا. اختيار نوع النبيذ هي مهمة الخبير فرانك ساخيني. هناك أكثر من 600 نوعا من النبيذ في القابو. هكذا يمكن للساق تلبية رغبات كافة ضيوفه. مع الرافيولي أنصح بهذا النبيذ، 80% من غوناش كغي مع غوناش بلون. إنه غني بالأملاح المعدنية، وقد اختمر في برميل من البلوط، وله نكهة خاصة. طبق رافيولي مع فطر البورسيني محضر في الزبدة هو فتح شهية لوجبة في الشتاء. ويشرب معه كأس من نبيذ غوناش. هذا أفضل استعداد للفصل البارد.